السلام عليكم، معكم الدكتور طلال نقار. برحب فيكم ببداية انطلاق مشروع جديد اللي هو عنوانته بالفيرتشوال جورنال كلاب، اللي هو نادي المجلات الافتراضي. هقدمه بشكل حلقات أسبوعية مدتها حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة، حتكون تطبيق عملي للشيء اللي طرحته مسبقا حول كيفية قراءة الأوراق العلمية. طبعا هذا الشيء من وجهة نظري الخاصة، الأوراق حأختارها بنفسي، حتكون الدراسات الصادرة بالأسابيع الماضية حوالي 4 أو 5 دراسات بكل مرة بتخصص الأمراض الداخلية والعناية والكلية، اللي هو الشيء اللي أنا فيني أضيف اللمسة السريرية عليهم، الشيء اللي من تخصصي. بداية بهذه الجلسة خليني أستعرض معكم شو هي مصادر البحث الأغلب اللي أنا هأستعرضها تقريبا بكل أسبوع أو بكل حلقة. بداية المجلة الأشهر، مجلة New England Journal of Medicine، طبعا بتفتح والموقع الرسمي لها هذا العدد الحالي. أنا فيني أرجع للأرشيف تبع المجلة، باخذ الاعداد الصادره اسبوعيا. خليني انا غالبا حابدا من 2021، وممكن نرجع لورا اذا لقينا في شيء دراسات ضروريه ممكن نستعرضها. مثلا بفبروري هون بشهر فبراير في 4 دراسات، 4 اعداد صادره. بشهر جانيوري كمان في 4 اعداد صادره، بختار اي عدد منهم عشوائيا. مثلا بروح على الاوريجينال ارتكلز، وحده منهم حاختارها غالبا باحد الحلقات. المجلة الثانية، الموقع الثاني هو مجلة الجامعة أو موقع الجامعة، هذا الموقع الرسمي للجامعة نتورك، في بيحوي كل المجلات. فأنا بدي أخذ الجامعة لأنه في جامعة اللي هي العامة، وفي الدرماتولوجي، في النيورولوجي، الانترنال ميديسن مثلا ممكن أفتح فيها لاحقا. أما التخصصات الفرعية الثانية مو من اهتماماتي حاليا، فأنا بأخذ الجامعة الرئيسية، ومن خلال الجامعة بقدر أروح على الإيشوز تبعها، على الأعداد اللي بتعطيني الكرنت وبتعطيني الباست مثلا. فانا نفس الشيء انا فيني اخذ بجانيوري بفبروري، كمان هي اعداد اسبوعيا تصدر، خليني اخذ احد الاعداد مثلا جانيوري 12، فهذا حيعطيني الاوريجينال انفستيجيشن، هي الدراسات اللي صدرت بهذاك العدد. نختار واحد منها ونناقشها حسب رايي ووجهه نظري الخاصه. طبعا طريقه التقديم مو ضروري تكون نموذجيه بالشكل اللي متعودين عليه، لانه مره ثانيه انا عم اعرض وجهه نظري الخاصه. الموقع الثالث هو البريتش ميديكال جورنال اوف ميديسن، اللي هو البي ام جي مثلا، المجله البريطانيه الاشهر. نفس الشيء انا لحتى اروح على المجله الرسميه فينا اروح على الاركايف مثلا، وباخذ منه الفول اونلاين، ومن خلاله مثلا هرجع 2021 وحتعطيني نفس الشيء الاعداد اللي صدروا بجانيوري تقريبا اسبوعيا، هي اسبوعيا بتصدر، وبنفس الشيء بفبروري. خليني اخذ مثلا هذا العدد بشباط مثلا، ففي نفس الشيء الريسيرش هون عنوانه ريسيرش، اللي هن الدراسات اللي حنناقشهم. ليش انا عم اختاره؟ انه كل محل في بكل مجله مثل ما قلنا في دراسات وفي مقالات. انا بهي الجلسات حناقش الدراسات وليس المقالات، مثلا هذا مقال هذا او وجهه نظر. الموقع الرابع اللي هو ذا لانسيت، كمان المجله البريطانيه الشهيره. نفس الشيء انا هذا الموقع الرسمي تبعهم، بدي اروح انا على الجورنال تبعهم. الكلام نفسه، نحن الجورنال تبع اللانسيت في مجلات فرعيه كثير، انا بدي اخذ المجله العامه ذا لانسيت، وهذه المجله العامه من خلالها بدي افتح على الاركايف مثلا، وباخذ الاعداد كمان اسبوعيا بتصدر. ان شاء الله حيكون، اتمنى للمشروع النجاح، عندي افكار كثير حلوه لإله. ممكن مثل ما قلنا نعزم زملاء لاحقا من تخصصات فرعية، مثلا بتخصص القلبية أو الأنكولوجي أو أي تخصص، بتكون دراسة مهمة ممكن نتناقش مع الزميل ونشوف شو وجهة نظره. هي عبارة حتكون صراحة هي فائدة مشتركة لي شخصيا بداية، رح تحفزني إني أقرأ أسبوعيا أو راجع أسبوعيا هي المقالات الصادرة، ونفس الشيء للمستمع ممكن تكون نوع من الأبديت له لأفضل شيء صادر بالأدب الطبي مؤخرا. بتمنى انه المشروع يعجبكم، بتمنى اني انا القى الدعم والتشجيع منكم. لا تنسوا التسجيل بالقناة، ضروري جدا، اضافة لنشر القناة، اضافة لنشر الفيديوهات لما بتلاقي او بتنال استحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.